وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقوله فزادوهم رهقا هذا على أحد الأقوال من أن الجن زادوا الإنس ذعرا وخوفا، وقول آخر فزادوهم رهقا أن الإنس زادوا الجن ذنبا وطغيانا وإثما، فيكون كل منهما قد أصيب بالرهق، إما أن يكون هذا الرهق هو الذنب والطغيان الذي حصل للجن، وإما أن يكون الخوف والذعر العظيم الذي يحصل للإنس.